السلام عليكم. هذا الفيديو هو تسجيل لجولة قمت بها مع الحفيد ديالي واللي استغليتها باش نوريه تأثير التلوث والرياح على النباتات المزروعة لتزيين الشوارع في المدينة. شتي؟ شوف هادو، شتي هادو من هاد الجهة هما نقيين، وهادو تعرضوا للدخان ديال السيارات. انت شفت هادي مسكينه كاع تحرقات، سمعتي؟ وراه جاي هاد الدخان من هاد الاتجاه، يعني من اتجاه ديال اليسار. وهانت شوف، هانت عاوتاني حنا غادي نرجعوا للور. وراه قلت لك هاد الاشجار كلهم، شتي، كلهم الاغصان وهذا ديالهم غاديين لجهة اليمين. نقول لك علاش؟ لان الريح تجي من جهة اليسار، من نهار اللي زرعوهم والريح تجي من جهة اليسار، هيك. وبقاو مساكن كلهم غاديين هكا. الوغ دابا هادو الاغصان اللي تتشوفهم خضر، هما اغصان اللي عاد ناضت او لا اغصان مدرقة على الدخان ديال السيارات، على التلوث. دونك التلوث هو هذا مثال على التلوث في المدينة، صافي. هاد الشجيرة والشجيرات الفرعية ديالها حتى هي نفس الشيء، لاحظ بأنها صغيرة الأغصان ديالها، الشيم وهذاك الفوقانيين ديال الفروع الفوقانيين، شتيهم هكا خضر حيت مازال ما تقاسمش بالهذا بالدخان ديال السيارات وديال التلوث، فهمتي. وحتى هي نفس الملاحظه، حتى هي انها الريح جعل انها دير الاغصان ديالها وهذا الجهة اليمين، لان الريح تجي من جهه اليسار، تجي على هذه الجهه ديال اليسار. ها انت شوف من هنايا هذا اللي جايه هكا كلها متعرضه للدخان في السيارات، كلها هي كحله. شوف هذه دابا شجره ما اثرش فيها او تيظهر بانه ما اثرش فيها الريح، ياك، يعني بقات ما اثرش فيها، يعني ما ميلاش بحال الاخرين. ولكن لاحظ بان علاش، لانها هي اولا دابا الشجره هذه اللي قويه، هذا الشيء علاش التاثير ديال الريح ظاهر اقل. ولكن التلوث شتيه كي داير لها، شتي الاوراق ديالها انت خصوصا من هنايا، شتي كي باينين كحل، وهنايا اللي اقل تعرضا خضر ونادرين. هادو صباريات هما هادوك الشجيرات اللي تيحتفظوا بالماء في الاوراق ديالهم، هما صباريات. لا هادي من العصاريات تيحتفظوا بالماء، والصباريات هما اللي تيكون عندهم الشوك، هما نيت عصاريات. هادو كلهم راهم في حالة جيدة، وتظهر أن التلوث البيئي أقل تأثيرا عليهم، ما عدا هادي اللي من فصيلة النخل دومة، اللي تظهر أن التلوث مأثر عليها إلى حد ما، واخا هي من الاشجار اللي تتصبر وتتشد مزيان. محمد سليم، انت شتي الاشجار اللي زرعوها صغيره هي اللي تاثرت بالريح، والاشجار اللي تزرعت نسبيا كبيره ما تاثرتش بالريح، اولا كانت محميه، دارت لها حمايه، فهمتي. حتى هذه اللي نسبيا بعيده راها مأثرة بالتلوث ديال دخان الطوموبيلات. هو في الحقيقة
الاشجار تتاثر ماشي بنفس هذا، ماشي بنفس الحده، كاين اللي تتكون اقل تاثرا من الاخرين على النوع ديالها، على النوع ديال الشجره، فهمتي؟ كاين على النوع ديال الشجره وعلى البعد او القرب ديالها من الطريق، فهمتي؟ واحيانا حتى الفصل تيبين لك بانها مأثره او لا لا، فمثلا في الفصل اللي ديال الربيع ولا هذا تيكون تتخرج الوريقات الجداد ولا هذا، تيبان لك بحال راها ما مأثرش، ولكن الاوراق القديمه تتأثر، تيبان لك بانها مأثره. والاشاره فهاد الاشجار كلها اشجار ماشي نفضيه، يعني اشجار مورقه طيله السنه. شي حتى هاد الشجره حتى هي مأثره، ها هما الاوراق ديالها، وراها قريبه من الطريق. حتى هاد الشجره نفس الشيء، يعني شحال ما كانت الشجره قريبه للطريق شحال ما تيبان التاثير ديالها، التاثير ديال التلوث. وفي الحقيقه راه حتى النوع ديال الاشجار كاين اللي اكثر مقاومه وكاين اللي اقل مقاومه. انت لاحظنا ايضا ان حتى السن ديال الشجره، العمر ديالها والحاله الصحيه ديالها عندها تاثير بزاف، واش يبان فيها التلوث او لا. فالاشجار الصغيره تيبان فيها التلوث اكثر، والاشجار اللي كبيره، الاشجار اللي كبيره تيبان فيها التلوث، ولكن اللي تتكون بواحد الحاله صحيه وبعيده فتتكون اكثر مقاومه. اللي قلناه على الاشجار فالحقيقه تنطبق حتى على هاد النباتات الاخرى، النباتات الصغيره فاللي تنستعملوها احيانا كنباتات زينه في المنازل ديالنا وفي الحدائق، فحتى هي شحال ما كانت قريبه من مصدر التلوث اللي هو الطريق شحال ما تيبان التاثير ديال التلوث، والتلوث تيقتلها بسرعه. ملاحظة أخرى لا تقل الأهمية هي أنه النباتات البرية اللي نابتة بوحدها، هذه هي نابتة وسط هذا، فهي في حالة جيدة مقارنة بالنباتات اللي مغروسة اللي غرسها الإنسان وتعتني بها. نفس الملاحظة هذه تنقول لها وريورة، وهذه هي راها قريبة حتى هي من الطريق، ولكن الاثار ديال المرض ولا راه بصحه جيده، الظاهر ان التلوث ما عندوش نفس التاثير عليها مقارنه بالنباتات الاخرى اللي زرعها الانسان. هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الفيديو، اشكركم على المشاهده والى اللقاء.